أهلا بكم في هذا الإصدار الخاص من الصحافة العالمية اليوم السبت 3 أغسطس. نستعرض فيه أهم ما ورد من عناوين في الصحف والميديا العالمية عن الشأن المصري. لو باريزيان، تعبئة جديدة لمؤيدي مرسي والشرطة تهدد. موقع قناة NBC، الحكومة المصرية تطالب أنصار مرسي بالتراجع. لو موند، مصر، الجيش لا يزال حاسما برغم الضغوط الدبلوماسية. النيويورك تايمز، كاري يقول أن العسكريين المصريين كانوا يعيدون الديمقراطية بعزلهم مرسي. القدس العربي، الإخوان يحاولون اقتحام مدينة الإنتاج الإعلامي والبنادعي يدعو للعفو عنهم مقابل وقف التظاهر. بيرنز في القاهرة وكاري يعلن عن جهودا لجمع الأطراف. الشرق الأوسط، مصر، الإخوان يرفضون فض الاعتصامات. دبلوماسية غربية متسارعة لاحتواء الأزمة واشتباكات أمام مدينة الإنتاج الإعلامي. وأخيرا الإكسبرس، مصر، القاعدة تتهم الولايات المتحدة بالتخطيط لعزل مرسي. شكرا لمتابعتكم.